بالاستقمار يعني لا ساتيليزاسيون هو وضع واحد القمر اصطناعي في مداره، يعني نوضعوه في المدار ديالو ويبقى يدور حول الارض. هذا العمل ديال الاستقمار كتتم بواسطه مركبه فضائيه. هذه المركبه الفضائيه غتاخذ حتى الارتفاع اللي بغيناه، لان كل قمر اصطناعي والاغراض ديالو واحد مثلا في اتصالات هذاك في الغالب غادي يكون بالنسبه لنا ساكن، سينو خصك دائما تبقى تبدل البارابول، دائما تابعوا. اذا بالنسبه لنا كنقولوا هذاك نوع باش يكون ساكن، غنشوفوا من بعد على انه غادي يمشي لواحد الارتفاع معين تقريبا 36,000 كيلومتر غيطلع، حسب مثلا واش تجسس واش كذا واش كذا، كل واحد وعنده المدار ديالو. اذا كياخذوا لذاك المدار ونعطيه واحد السرعه ديالو وكيبقى في دوران حول الارض. اذا الاستقمار هو وضع واحد القمر اصطناعي في مداره حول الارض، مثلا حول الارض. كتتم كما قلنا بواسطه مركبه، واللي كتاخذ على جوج الحالات، يعني كتاخذ خارج بعد الغلاف الجوي، تقريبا كتعدى به 200 كيلومتر باش تخرج به الغلاف الجوي، وتوضعوا. من بعد ما توضعوا خصها تعطيه واحد السرعه. هذا هو المفهوم بالاستقمار. اذا الذي السطر الاستقمار هو وضع الاستقمار ساتليزاسيون الاستقمار هو وضع قمر اصطناعي في مداره حول الأرض هو وضع قمر اصطناعي في مداره حول الأرض وإعطائه سرعة كافية تخول له حركة دائرية منتظمة حول الأرض. السطر تتم عملية الاستقمار بواسطة مركبة فضائية بين قوسين. مركبة اللي هي الآن تقريبا في هذا الإطار هي أغيان الفرنسية، أريان مثلا، هذه دابا اللي كتاخذ الأقمار الاصطناعية بواسطة مركبة فضائية بين قوسين أريان مثلا، نقول قوس، التي تقوم بدور مزدوج نقطتان، السطر عارضة، حمل القمر الاصطناعي إلى ارتفاع يفوق حوالي 200 كيلومتر، يعني تعدى 200 كيلومتر، حيث الغلاف الجوي الأرضي منعدم. عارضة أخرى، يعني الدور الثاني، منح القمر الاصطناعي سرعة تجعله يبقى في مدار دائري حول الأرض. يبقى في مدار دائري حول الأرض بحيث تكون متجهة هذه السرعة البدئية بحيث يكون تكون متجهة هذه السرعة البدئية عمودية على متجهة الموضع تأس، هذه بحال هكا كما راه عندي في الشكل، هي عمودية، حيث في اللي غتعطيها لها المركبة غتكون هذه متعامدة مع متجهة الموضع تأس، مع متجهة الموضع اللي هي تأس، ومنظمها يحقق العلاقة. العلاقة هي هذه اللي عندكم هنا، جي هذه
العلاقه اللي هي في زيرو، هاد في زيرو غتكون سي لا راسين جي ارفع كامل هذا اللي هو قلنا ار تي بلس زد اللي عندنا هذه، هذه هي في زيرو، يعني هذه السرعه هذه هي اللي غتعطيها لها المركبه، وبها غيبقى في واحد المدار اللي هو دائري. فوالا. ثالثا صغيره، الاقمار الاصطناعيه الساكنه، الاقمار الاصطناعيه الساكنه بالنسبة للأرض، بطبيعة الحال الساكنة بالنسبة للأرض، كنقولوا بالفرنسية جيوستاسيونير، يعني تبدو ساكنة بالنسبة لملاحظ على سطح الأرض. الأقمار الصناعية الساكنة بالنسبة للأرض، هنا القمر الصناعي ساكن بالنسبة للأرض، هو كل قمر يبدو في حالة سكون، يبدو في حالة سكون بالنسبة لملاحظ على سطح الأرض. نحن نعلم على أن الأرض هي تدور حول محور قطبيها، ياك تدور حول محور قطبيها، شحال الدور ديال الدوران؟ 24 ساعة ما كملش، 23 ساعة 56 دقيقة و 4 ديال السكوند تقريبا 24 ساعة، انتم ما معتكمش غتاخذوا 24 ساعة، وإلا عطاونا هما القيمة العددية اكزاكت نتعاملوا معاها صافي. إذا أسيدي حنا عندنا الأرض هي كدور حول نفسها أو حول محور قطبيها، بواحد دور حركة للدور ديالها تقريبا 24 ساعة. الأرض هي كدور بحال هكذا في دوران، عندي قمر اصطناعي، قمر اصطناعي لكي يبدو ساكن بالنسبة لواحد الملاحظ يخص ذاك الملاحظ دائما يشوفو في بلاصتو، معناها أنه كيدور معاه، يعني عندهم نفس الدور. إذن هذا الشرط بعدا يخص على أن دوران القمر حول الأرض يخص الدور ديالو كيساوي دور حركة الأرض، هذا واحد. شرط ثاني على انه يكون يدور في نفس المنحه، ماشي الارض دور منا وهذا يدور منا، ما يمكن شيء، ما غاديش نشوفه ساكن، اذا خصو يكون في منحه دور الارض. والثالث على انه يكون كينتمي لمستوى خط الاستواء، ما يكونش مائل، خصو يكون كينتمي، لان الدوران كيتم في مستوى خط الاستواء، حتى هو سيدي خصو يكون كينتمي مستوى خط الاستواء. هادو ثلاثة الشروط للحصول على قمر اصطناعي ساكن بالنسبة للأرض، خصهم يتوفروا ثلاثة، إذا نقص غير واحد فيهم ما يبقاش ساكن. أعطوكم مثلا ولدي واحد المسار، المدار ديالو اللي ما كينتميش لمستوى خط الاستواء، ما يمكنش هذا يكون ساكن، ما يدورش في نفس المنحة ديال حركة الأرض، ما يمكنش يكون ساكن، ما عندوش مثلا غادي من خلال النص يقول لك مثلا على انه عندنا واحد القمر الاصطناعي ديال مثلا الارصاد الجويه اللي كينجز مثلا اربعه ديال الدورات ولا خمسه حول الارض، هذه راه ما كيتمشاش معها ياك، اذا هذا غادي نقولوا ما يمكنش يكون ساكن اكسيتيرا. اذا احنا دائما هادو ثلاثه ديال الشروط اللي خصهم يتوفروا باش يكون عندنا واحد قمر اصطناعي ساكن. اذا بعد نسجلوا تعريف ديال القمر الاصطناعي ساكن. يعتبر او يكون قمر اصطناعي ساكنا، قمر اصطناعي ساكنا بالنسبة للأرض يكون قمر اصطناعي ساكنا بالنسبة للأرض عندما يبدو ساكن بين قوسين غير متحرك، عندما يبدو ساكن بين قوسين غير متحرك بالنسبة لملاحظ على سطح الأرض، بالنسبة لملاحظ على سطح الأرض. إذا السطر الذي في المرجع المركزي الأرضي، في المرجع
المركزي الأرضي. الأرض تدور حول محور قطبيها. الأرض تدور حول محور قطبيها، حول محور قطبيها، قلنا تدور حول محور قطبيها بدور تي، بدور تي تقريبا تي 24 ساعة بالتقريب، ولا تي بدور تي اللي هو تقريبا 24 ساعة أبوبخي، بدور تي تقريبا 24 ساعة. إلى السطر، لكي يظهر القمر الاصطناعي ساكنا بالنسبة للأرض، لكي يظهر القمر الاصطناعي ساكنا بالنسبة للأرض يجب أن، يجب أن نقطتان، ونعطي ثلاثة ديال الشروط. الشرط الأول شنو قلنا ولدي؟ فوالا، إذن سيدي دور حركته يساوي، دور حركته يساوي دور حركة الأرض حول قطبيها، بين قوسين يعني حتى هو التي ديالو خصها تكون كتساوي 24 ساعة. دور حركته يساوي دور حركة الأرض حول قطبيها. الشرط الثاني شنو قلت؟ فوالا، عندنا يدور في نفس منحى دوران الأرض، داكو، يدور في منحى دوران الأرض، يدور في منحى دوران الأرض. والشرط الثالث الذي قلت على أن مداره يوجد في مستوى خط الاستواء، مداره يوجد في مستوى خط الاستواء للأرض. أنتم من خلال التمرين الذي تقرأوا دائما التمرين، تمرين مزيان، شي مرات كيعطيوكم بحال هكذا، يقول لك مثلا هذه الارض تكون عندنا مثلا على سبيل المثال ولدي، غتكون عندنا مثلا هذه الارض، هذا مستوى خط الاستواء، هو هذا، هذا هو مستوى خط الاستواء. يعطيكم شي واحد كيضرب بحال هكا، هذا ما يمكنش لانه ما كينتميش لمستوى خط الاستواء. انتم غير من خلال النص يقول لك مائل بستة ديال الدرجات وثمانية ديال الدرجات عن مستوى خط الاستواء، نعرف على انه ما يمكنش يكون ساكن، صافي، خصو يكون كينتمي لمستوى خط الاستواء، يكون يدور في نفس المنحة، والدور ديالو تي كتساوي 24 تقريبا ساعة. على ذكر الدور غادي يكون كيساوي 24 ساعة، تبع معايا مزيان، على ذكر الدور كيساوي تقريبا 24 ساعة، إلا خدينا هذا كيساوي هنا 24 ساعة وكتلة الأرض وكذا، كتعطينا على أن الارتفاع باش يكون عندنا ارتفاع ديال قمر صناعي ساكن بالنسبة للأرض، الارتفاع ديالو اش، غير الارتفاع يعني زاد، اللي كنقصد هنا زاد تقريبا 36 ألف كيلومتر، يعني 36 ألف كيلومتر، 36000 كيلومتر، يعني غادي المركبة تاخذو حتى 36 ألف كيلومتر وتعطي هذه السرعة، هذه كتساوي 3000 3065 متر بار سكوند، وغادي يبقى في حركة دائرية منتظمة، ويبدو ساكن بالنسبة لملاحظ على سطح الأرض. إذا لما تعملوا يقول لك مثلا عندنا ساكن بالنسبة للأرض، ويطلبوا منكم ولدي ذاك زاد، ذاك الأش ولا زاد، حنا انا سميتها زاد، هما كيسموها في الغالب مثلا اش، الارتفاع اش، هذه الارض والجسم ديالي هنا لسات لي مسكين، هذا وجدوه باش تكونوا عارفين بعدا شحال تقريبا غتوجدوا هذه القيمه ديال ديال بالنسبه لنا، صافي، ديروها كملحوظه، ديروا ملحوظه ولدي، ديروا ملحوظة. مدار الأقمار الاصطناعية، مدار الأقمار الاصطناعية الساكنة
مدار الأقمار الاصطناعية الساكنة بالنسبة لسطح الأرض، يوجد على ارتفاع زد من سطح الأرض، زد اللي هو تقريبا 36,000 كيلومتر، التي زد اللي هو تقريبا كيساوي 36,000 كيلومتر، 36,000 كيلومتر. هذا تقريبا الآخر ملحوظة دائما في الإطار الملحوظة الثانية. في الغالب الذي غادي نتعاملوا مع جسم بالنسبة للأرض، أخوشا